حكاية عن راجل طيب ومراته كانت من بيت طيب. حكاية عن راجل طيب ومراته كانت من بيت طيب. خلف ولد واحد طيب، خلف ولد واحد طيب، خلف ولد واحد طيب، خلف ولد واحد طيب. طالع لخاله يا نسوي لابوه، الأب اسمه شيخ محمود، عمدة بلد مشهور بالجود. الأب اسمه شيخ محمود، عمدة بلد مشهور بالجود. رب العباد رزقه بمولود، رب العباد رزقه بمولود، رب العباد رزقه بمولود، رب العباد رزقه بمولود. سماه جلال والناس هنوه، قال لي نفسه لازم اربي ياخد شهادة سلاح في ايديه. قال لي نفسه لازم اربي ياخد شهادة سلاح في ايديه. يمكن زماني يحوجني اليه، يمكن زماني يحوجني اليه، يمكن زماني يحوجني اليه، يمكن زماني يجني إليه، أو يجي يوم نعزوهني لأقوه. الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية، الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية. 4 سنين في الكلية وخد الشهادة وفرح أبوه. أهلا دكتور صلاح، أهلا وسهلا. الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية، الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية. 4 سنين في الكلية، 4 سنين في الكلية، 4 سنين في الكلية، 4 سنين في الكلية، وخد الشهادة وفرح أبوه. حضرة العمدة ناداله في ليلة من ذات الليالي وقال له: جلال يا ابني. قال له: نعم. قال له: بقى دلوقتي جواب الوظيفة جالك، وانت هتصبح الصبح تستلم شغلك. اسمع مني كلمتين، اسمع مني وصية، وعاوزين نشوف حضرة العمدة وصاه وقال له ايه. وعاش الجمال النبي يصلي عليه.
بيقول له حوصيك وصية يا ولدي والوصية حلال. حوصيك وصية يا ولدي والوصية حلال إذا كنت عايز تعيش مرتاح وخالي البال. خليك مع الله خليك مع الله يصونك ويحرسك يا جلال. خليك مع الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خليك مع الله يصونك ويحرسك يا جلال. ابعد عن ابليس ده طريقه ضلال في ضلال. واللي انت شايفه يا ابني امام عينك مصيره زوال. ده دنيا كذابه يا ابني وكل ساعه في حال. حوصيك وصية يا ولد والوصية حلال. حوصيك وصية يا ولدي والوصية حلال إذا كنت عاوز تعيش مرتاح وخالي البال. خليك مع الله يصونك ويحرسك يا جلال. ابعد وكل ساعة حال. اوعى تماشي الحريم ماشي الحريم بطال. اوعى تصاحب قليل الدين ولا القتال. وكن مؤدب مع الأغرب ومع أهلك واخلص في عملك عشان اللقمة تبقى حلال.
سمعوني الصلاة على حضرة النبي. طيب حضرة العمدة وصى ابنه بهذه الوصية، ودخل طبعا خد مراته ودخل النوم. من جهة حضرة العمدة طبعا ومراته أم جلال ناموا الاثنين. أما من جهة جلال الأستاذ المدرس فضل صاحي طول الليل ما جالوش نوم أبدا، فرحان 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 بجواب الوظيفة اللي جاله. يا سادة يا اللي بتوحد الله، فضل صاحي طول الليل، وحينما حان الموعد لصلاة الفجر قام جلال راح الجامع وصلى الفجر. وبعد ما صلى جه الصبح بدري وراح لابس البدلة وتنى طالع على المدرسة. وصل عند المدرسة بيفتح الباب بص لقى ملقاش ولا أي واحد موظف موجود في المدرسة خلاف العمال والفراشين. أحد العمال قال له اتفضل، أحد العمال قال له اتفضل وفتح له حجرة المدرسين. جلال قعد في حجرة المدرسين لوحده. يا سادة يا مستمعين، قاعد عمال بيفكر ليه يا ولا جدي الوقت السعادة لوحده. وشوية إلا والباب بيخبط، فجلال بيفتح الباب بص لقى واحدة داخلة عليه. قام بص لها كده لقى شكلها إيه؟ شبه القمر بدر النور، تبارك اللي خلى صور. شبه القمر بدر النور، تبارك اللي خلى صور. زاع يهود الله أكبر، زاع يهود الله أكبر. إنسان بصيها بصيت حبي وشوق، لقاها حلوة وطعمة وذوق. بصيها بصيت حبي وشوق. وطعمة وزوق أم قال لي عقله يا مسكين فوق، أم قال لي عقله يا مسكين فوق. وقال لي قلبه صعب لدى، سألها قولي في اسمك إيه؟ قالت سميرة يا سعادة البيت. فسألها قولي في اسمك إيه؟ قالت سميرة يا سعادة البيت. فقال يا سميرة وجاية هنا ليه؟ قال يا سميرة وجاية هنا ليه؟ ده قال الزميلة في الشغل معاك. بص لها بصيت حبي وشوق، لقاها حلوة وطعمة وذوق. بص لها بصيت حبي وشوق. لقاها حلوة وطعمة وذوق. قام قال لي عقله يا مسكين فوق، قام قال لي عقله يا مسكين فوق. وقال لي قلبه تعب رداء. Thank you.
لكن انت يعني بتسألني العقل راح وانت سرقتي لكن انت يعني بتسألني العقل راح وانت سرقتي اديني عقل صبر بي اديني عقل صبر بي قالت له ما برش على هواء عشان انا واحدة فقيرة لكن انت من عيلة كبيرة عشان انا واحدة فقيرة لكن انت من عيلة كبيرة حيجوزك واحدة اميرة حيجوزك واحدة اميرة حدها مال وحدها املاك ضحك وقال والله ما سيبك بقى هو فقرك حيعيبك ده انت حياتي وانا حبيبي ده انا العليل وجوايا وياك رجع جلال من المدرسة فرحان وعندي ما دخل البيت بيخبط على الباب وداخل جلال بيقلع البدلة بيغني ويقول ايه سمعوني الصلاة على حضرة النبي جلال اللي بتصوت الدرش جلال رفع الصوت سنة وهدى الصوت شوية جلال عمال بيغني إلا وحضرة العمة داخل عليه قبل جلال ما يقول له إن أنا عاوز أتجوز فحضرة العمة طبعا راجل ناصح شاف ابنه من أول يوم بيقول هذا الكلام قام دخله قال له جلال يا ابني قال له نعم قال له أنا نفسي أجوزك اليومين دول أنت طبعا من جهة التعليم خدت الشهادة النهائية وتعينت وبقيت مدرس فالحمد لله على كده وأنا نفسي أجوزك اليومين دول ما اخترتلكش واحدة كده كنت بنت حلال قام قال له اخترت لي يابا هو لسه ما كملش الحديث مع أبوه إلا أمه جلال دخل عليه بتقول له يا حضرة العمة انا عروس ابني بنت اخويا كوثر بنت اخويا فرحات بيه عروس ابني انا عينها له عندي انا عندي لك يا جلال يا ابني عروسة شربات ومش غريبة عني لا ده بنت اخويا فرحات بتقول انا عندي لك يا جلال يا ابني عروسة شربات ومش غريبة عني يا ده بنت اخويا فرحات ده مالوش عيال غيرها ابدا وحتورث تلات عمارات والارض والعزبتين في مركز العياط وهتبقى منا وعلينا وجيتنا في دقيقنا وكفاية انك هتاخد واحدة بنت زواج Thank you.
انا مش هتجوز الا سميره الغلبانه الفقيره المتعلمه المثقفه. الفقيره الغلبانه مش هتجوز الا هي، لان دي انسانه متدينه يابا. وحضره النبي بيقول في حديث ما معناه: تنكح المراه لاربع، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا حضرة العمدة لما لقى جلال ابنه مش عاوز يتجوز طبعا كوثر بنت خاله فرحات به صاحب العمارات وصاحب العزة، فقال لي: طبعا على العموم يا جلال يا ابني، انا لازم هجوزك اللي انت بتحبها. وطبعا كان جلال ممهد الطريق بينه وبينها. فاللي حصل ايه؟ خطبوا سميرة وشبكوها، كتبوا كتابها وحنوها. هي زرغت كلمات الغرماني، عملوا فرحها وزفوها وادوها عند حبيبها جلال. خطبوا سميرة وشبكوها، كتبوا كتابها وحنوها. خطبوا سميرة وشبكوها، كتبوا كتابها وحنوها. عملوا فرحها وزفوها ودوها عند حبيبها جمال. وبعد مدة حوالي سنتين بدأت حماتها تضر أنين. وتقول: يا ولدي مالكش عيال، ويوما تعمل لها حركة من غير سبب تخلق عركة. ويوما تعمل لها حركة من غير سبب تخلق عركة. وتقول: سميرة ما فيهاش بركة، من يوم ما دخلت بختنا مال. ويوما تعمل لها حركة من غير سبب تخلق عركة. بصف لحماتها وقالت لها ايه؟ بتقول لها: هو انت عايزة تشارك الله في احكامه؟ ده مش بايدي، ده امر الله ونظامه. روحي جوزي واحدة تانية تحقق احلامه. وندر عليا ده لو جابت خلف منه، لا اعيش معاه واكون خدامة حدا امه. واللي في علم الكريم حيتم في اوانه. وناس حداها مليت كيل، ولبسها في حتة عيل،
وناس حدها مليت كيل ونفسيها في تتعيل لو حتى اهبل بيريل او حتى يطلع رب خسران ودي حكمة الله هو نظامه ملناش نعرضه في احكامه ودي حكمة الله هو نظامه ملناش نعرضه في احكامه وان كنت زعلان علشانه روح جوز لي بنت السلطان عمت ام جلال قالتلها بتقول ايه يا فقيره يا متعلمه بتقول ايه يا فقيره يا متعلمه انت تقفي قدامي طب والله العظيم لازم لو مجوز ابني كوثر بنت اخويا فرحات بيه وراحت جايبه ابن الاستاذ جلال جايبه ابنها الاستاذ جلال وعامله له قعده يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله وطبعا جلال ما طلعش طبعا من كلام الرجاله وحكموا عليه بانه لازم يتجوز كوثر بنت خاله فرحات بيه وتم الفرح يا ساده مستمعين هو اتجوز كوثر ليه علشان الخلف يا ساده اللي بتوحد الله مرت ايام وتلاتها شهور يا ساده يا كرام وسميره من الزعل أصبحت مريضة وملازمة الفراش الغيرة الغيرة ملأت قلبها وبصت لقت نفسها طبعا عايشة مع جوزها ولكن جوزها خانها وجاب لها ضرة وخصوصا إن اللي اتجوزها جوزها مهما كان الثمن قريبته فهي غريبة انتوا معايا ولا ايه وكلنا مع الله الاستاذ جلال جاب لها الدكتور علشان يكشف عليها حضره الدكتور بصله كده وقال له الف مبروك الست حامل في شهرين سميره ربنا اكرمها واتحققت لها احلامها سميره ربنا اكرمها واتحققت ليها احلامها سعدت وفرحت ايامها سعدت وفرحت ايامها تسع شهور وجابت مولود جلال قوام راح فرح ابوه ودخلوا على المولود ودسوه جلال قوام راح فرح ابوه ودخلوا على المولود ودسوه ست الولد قالت سموه على اسم سيده الشيخ محمود يرجع كلامنا على كوثر ليلتها ما راحتش البنبر يرجع كلامنا على كوثر ليلتها ما راحتش البندر سهرانه ودمها متعكر بتقول اخلى ايامهم سود العمده ده لازم اجنه وجلال ده مش هسال عنه العمده ده لازم اجنه وجلال ده مش هسال عنه انا هسرق المولود منه وبكره لازم ياكلوا الدود العمده ده لازم اجنه وجلال ده مش هسأل عنه أنا حسرق المولود منه وبكرة لازم ياكلوا الدود ست الولد قالت نسموه على اسم سيده الشيخ محمود سموه محمود وسميرة ربنا أكرمها يا جماعة يا اللي بتوحد الله ولكن طبعا كوثر الغيرة ملأت قلبها فعقدت النية في دماغها لازم تحرم جلال وتحرم سميرة من الطفل المولود محمود يا سادة يا مستمعين وازاي هتحرمهم من ضناهم ازاي راحت على واحد مشهور بانه راجل جبار وراجل قتال واسمه شوقي وقالت اسمع انت تجيني ساعة صلاة المغرب ساعة اذان المغرب واحنا طبعا في شهر رمضان المعظم وكل الناس بتتناول وجبة الإفطار وما فيش حد ماشي في الشارع أبدا تجيني ساعة أذان المغرب والناس بتفطر تجيني وتقف تحت الشباك وحديك المولود
سمعوني الصلاة على حضرة النبي. شوقي جي على نفس المعاد يا سادة يا مستمعين. وقف تحت الشباك طبعا جلال وحضرة العمدة وأم جلال وسميرة، الجميع بيتناولوا وجبة الإفطار. وساعة أذان المغرب كوثر دخلت على السرير وجابت المولود وناولته لي شوقي يا سادة يا مستمعين. شوقي خد المولود ودور به الجري في الشارع. سميرة بعد ما فطرت قامت علشان تدور على ضناها علشان ترضعه. دخلت الأوضة تدور عليه ما لقيتوش موجود في الأوضة. دخلت الأوضة الثانية تدور عليه برضو ما لقيتوش موجود في الأوضة. حصل ايه؟ طلعت تجري على حماتها. طلعت تجري على حماتها سألتها هي وضرتها وساعتها مسكتها الرعشة خرجت وهربت على برا. طلعت تجري على حماتها سألتها هي وضرتها وساعتها مسكتها الرعشة وساعتها مسكتها الرعشة خرجت وجريت على برا. حفياوي راسي عريانة بتقول يا ناس ده انا غلبانة. حفياوي راسي عريانة بتقول يا ناس ده انا غلبانة. الله يجازي اللي اذانا من غير سبب من غير سبب من غير سبب كده بالمرة. خطفك وحرمك مني يا محمود بقى هو قلبه حجر صوّن من الجلمود. ده
جريمة بشعة ما يعملهاش ولا الكافر، لو حتى كافر ما كانش يهون عليه محمود. سمعونا الصلاة على حضرة النبي. النبي ترفع الصوت بتاعنا شوية. حضرة العمدة مشي وراها في الشارع وقال لها: سميرة، انت انسانة متعلمة ولازم تكوني عاقلة. وقال لها: تعالي، هتمشي في الشارع ماشية حافية الأدب بهذا المنظر؟ تعالي، وفي حكومة وانا لازم هبلغ. ودخل على التلفون وفضل يضرب التلفون بيشديها من ايدها. قول لها: تعالي يا سميرة. اهلا استاذ مرسي، منور يا بيه. اهلا وسهلا. حضرة العمدة بيشديها من ايدها. قامت سميرة بصت لحضرة العمدة وقالت ايه: سيبني وحدي، سيبني وحدي، ماشية وحدي تايهة وحدي، سيبني وحدي، سيبني وحدي، ماشية وحدي تايهة وحدي، وزمان ياخد ويدي والليالي تفوت تعدي، فين زماني، فين مكاني، فين زماني، فين مكاني، فين حبيبي القلب ولا بي، فينك انت آه يا وعدي. ايوه حاجات ملحنة. سيبني وحدي، سيبني وحدي، ماشية وحدي تايهة وحدي، سيبني وحدي، سيبني وحدي، ماشية وحدي تايهة وحدي، والزمان ياخد ويدي والليالي تفوت تعدي، فين حبيبي القلب ولدي، فينك انت آه يا وعدي. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. ضباط عساكر ومباحث والكل عمال بيباحث، ضباط عساكر ومباحث والكل عمال بيباحث، وبكل حي تلاقي حارس وجلال بيجري كالمهبول، وراح تعبهم على الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، وراح تعبهم على الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، وفي النهايه قال القاضي: دي قضيه ضد واحد مجهول. وراح تعبهم على الفاضي، وراح تعبهم على الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، وراح تعبهم على الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، وفي النهاية للقاضي، وفي النهاية للقاضي، وفي النهاية للقاضي، وفي النهاية للقاضي، دي قضية ضد واحد مجهول. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. أهلا. Yeah.
حضرة العمدة طبعاً بلغ المسؤولين عن هذا الحادث يا سادة يا مستمعين. وفي النهاية قيدت القضية ضد مجهول لعدم معرفة الجاني يا سادة اللي بتوحد الله. هنطلب طبعاً حضرة العمدة وأم جلال وطبعاً سميرة وكوثر، هنتركهم في بيت العيلة يا سادة يا مستمعين، ويرجع مرجعنا لشوقي لما خد الطفل محمود حصل ايه. هنشوف مع بعض سوا حصل ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. نعم. قال لها خد المولود دي. انعام بتاخد المولود من شوقي. وقالت بسم الله الرحمن الرحيم. ده ابن مين يا شوقي؟ قال لها اسكتي. خد المولود وهات لي الفاس. هتعمل ايه يا شوقي؟ قال لها هقتله. ودخل هو جاب الفاس من جوه وفاحة بير في أوضة مهجورة. البير طوله مترين وعرضه مترين وعمقه مترين. هتعمل ايه يا شوقي؟ قال لها انا هقتله. قالت له ده ابن مين ده يا شوقي؟ قال لها يعني ما انتش عارفه ابن مين؟ ابن جلال. قالت له ابن جلال ابن حضرة العمدة بقى، ما انتش خايف لحضرة العمدة يوديك في مصيبة؟ قال لها بقول لك اسكتي، اكتمي نفسه، اكتمي نفسه وادخلي الاوضة. بقول لك اكتمي نفسه لا تفضحينا. بس بس انعام، انعام كان ربنا رزقها بمولود ومات بعد مرور اسبوعين يا ساده يا مستمعين وبحركه لا شعوريه. انعام مدت ايدها على ثديها ووضعته في فم الطفل محمود. هنشوف حصل ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. قمر الإله في علان يزل رزق طوفان، وساعتها رضع الولد وسكت وينام في أمان. شوقي ومراته على هذا الصراع اللي بيعبر عن الخير والشر يا سادة يلي بتوحد الله، إلا والباب بيخبط. ساعة الباب ما خبط انعام مرات شوقي راحت واخده المولود ودخل اوضه وراحت قافله الباب عليها. شوقي بيفتح الباب لقى طبعا صاحبتنا طبعا كوثر لابسه طبعا وشايله الشنطه في ايدها ودخلت. ساعه ما شافت شوقي أم شوقي بصيلة كده أقول لها إيدك على الميتين جنيه. الولد مات وشبع موت. قالت له لا، أنا قلت لك أنت هتاخد 200 جنيه مقدم، وأما الميتين جنيه التانيين ما أنتش هتشوف منهم ولا ساغ إلا إذا شفت الواد بعيني ميت قدامك. قال لها يعني ما أنتش مصدقاني؟ طب تعالي وأنا أوريه لك. وخدوا على البير اللي هو فحته وراح رميها وشدد الشنطه منها وراح مهيل التراب عليها. انعام شافت المنظر قالت يا بنت ده الموت هيحصلك. خدت المولود وراحت مدوره الجري على بره. الراوي يوصف حالها ويقول طلعت يا ناس تجري وخايفة، والدنيا ليل ولا هي شايفة. طلعت يا ناس تجري وخايفة، والدنيا ليل ولا
عارفه على فين اروح انا مش عارفه على فين اروح انا مش عارفه يا ربي كل سند ومعي ما اقدرش اودي الواد لابو لا ياخدوا شوقي ويحكموا ما اقدرش اودي الواد لابو لا ياخدوا شوقي ويحكموا وابقى سبب وانا خايفه لابو يطلع يموتني في الليل انا جاتلي فكره جميله وذوق انا جاتلي فكره جميله وذوق احسن طريق انا اجيب صندوق خشب متين ولا هوش مفلوق خشب متين ولا هوش مفلوق واقفل عليه وارميه في النيل طلعت يا ناس تجري عشقت دوس تجري وفقعت يوم تجري وتقول إلهي معين تعبي ما حيضاش من غيره ما رجعش مهما حسر وامشي علشان حبيبي العين ماشي على شط النيل يا سادة يا مستمعين قويه ماشية شافت منظر طيب خطيرها يا سادة اللي بتوحد الله شافت ان القارب بيقترب من الشاطئ شيئا فشيئا لغاية ما رسي على مصلى راحت انعام ونزلت على شط النيل لقت واحد من واحد راجل من الناس الطيبين بيأدي فرض ربه في الصباح البدري وساعة ما شاف القارب بيقترب شيئا فشيئا قال يا بشرى هذا غلام الراجل ده راجل من الناس الطيبين يا سادة يا مستمعين واسمه الشيخ حسن الزيات الراجل ده خد المولود لقى متعلق في رقبته حجاب ومكتوب عليه محمود الشيخ حسن الزيات خد المولود ووصل لغاية الدار وخبط على الباب ونادى لبنته يا صباح اتفضلي خدي المولود ده ربنا رزقنا به اليوم صباح صباح يا سادة يا اللي بتوحد الله خدت المولود وبصت فيه لقيته عمال بيعيط وطت علي باسته وقالت يا عين امك تعالى لي يا غريب يا محروم من امك وطت عليه باسته وقالت يا عين امك تعالى لي يا غريب يا محروم من امك في عيني ربيك وعوض لك حنان امك ابننا واحنا اللي حنربوك واخويا يبقى ابوك وانا بدال امك طبعا الشيخ حسن الزيات
دخلوا وعطى المولود لأخته يا سادة يا مستمعين، وطبعا إنعام وقف قدام الباب، يا ترى تخش ولا لا؟ تخش ولا لا؟ وأخيرا خبطت على الباب ثلاث خبطات بقوتها، فتحوا لها دخلت لقوا على الخد دمعتها. خبطت على الباب ثلاث خبطات بقوتها، فتحوا لها دخلت لقوا على الخد دمعتها. قالت فقيرة يا بابا طمعانة، طمعانة في كرمكم تخدم عيالكم وتخدمكم بلقمتها. شيخ حسن زياد فتح لها الباب، ومن طبقه يا سادة يا مستمعين حكى لها كل الحكاية من البداية للنهاية، وقال لها طبعا بأن أنا لقيت الطفل محمود ده في النيل، وعلى العموم أدي إحنا محتاجين لمرضعة، وانت والحمد لله يا ربنا أعنى فيك. فطبعا يا سادة يا مستمعين إنعام طبعا هي اللي مرضعة محمود ومربيها قبل كده، عاشت معاهم في خير وسلام، وربطوا يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. وبعد مرور حوالي سنة أو سنتين ماتت صباح أخت الشيخ حسن الزيات، فحب الشيخ حسن الزيات يعيش مع إنعام على سنة الله ورسوله، فراح جايب المازون وراح كاتب كتابه عليها. عاشت خير وسلام حوالي 20 عام، حسن وزوجته نعام، وفي حضنهم محمود ربوه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، حسن وزوجة نعام وفي حضنهم محمود ربوه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور، ربوه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور، اسمع وشوف الدور، اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود. عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، حسن وزوجته نعام وفي حضنهم محمود ربه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور، ربه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود وحده، عاشوا في خير وسلام. وتربى الطفل محمود يا سادة يا مستمعين في رعاية إنعام وفي رعاية الشيخ حسن الزيات، ربوه بقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود. الشيخ حسن الزيات دخل عليه في يوم من ذات الأيام بعد ما خد طبعا بكر ليه طب، فدخل على محمود وقال له ايه رأيك يا محمود احنا عاوزين نجوزك اليومين دول؟ قال له عليك نور يا احسن بابا في الدنيا. قال له طيب ما شفت لكش عروسة كده يا محمود؟ قال له انا فيه واحدة كده لد عليا، لو شفتها يابا هتقول اختي ما فيش كلام. قال له يعني شكلها ايه كده يا محمود؟ قال له شبهي تمام ودي من بحتي، لو شفتيها هتقول اختي واخده شهاده زي شهادتي وصغيره عني بسنتين. شبهي تمام ودي من بختي، لو شفتيها هتقول اختي واخده شهاده زي شهادتي
وصغيرة عني بثلاثين، وابوها أستاذ له سمعة، دكتور بيدرس في الجامعة، وابوها أستاذ له سمعة، دكتور بيدرس في الجامعة، خطبتها بكرة يوم الجمعة، خطبتها بكرة يوم الجمعة، والشبكة بكرة الساعة 2. وفي ثاني يوم يا سادة يا مستمعين ركبوا طبعا العربيات ودعوا الناس، دعوا المداعي وتنهم ماشيين أصل يفطر، وإنعام طبعا راحت وياهم، وبصوا لقوا العربيات راحت واقفة قدام بيت حضرة العمدة. إنعام بتبص يمين وتبص شمال، لقت العربيات وقفت قدام بيت حضرة العمدة. يا سادة يلي بتوحد الله، قامت إنعام قالت الله، والمعازيم موجودة وحضرة المأذون موجود، فضلت تتسأل على العروسة، لقت اسمها صفاء جلال محمود. الله، إذن الولد هيتجوز أخته يا سادة يا مستمعين. طبعا العروسة صفاء جلال محمود والعريس محمود جلال محمود. طيب طيب، واللي عارف السر مين يا سادة يا اللي بتوحدوا الله؟ اللي عارف السر إنعام. انتوا معايا ولا ايه؟ إنعام ساعة ما لقت الموضوع كده خدت الشيخ حسن الزيات وقالت له يا شيخ حسن في سري يا شيخ حسن، أنا عايز أقوله لك بس أنا خايفة لا تزعل لما أقوله لك. إنعام قالت له على الحكاية من البداية للنهاية يا جماعة اللي بتوحد الله. طيب ما قالتلوش ليه من زمان، خصوصا وهي عايشه معاه وهي اللي مربياه وهي اللي مرضعاه؟ ما قالتلوش من زمان لانها طبعا المجرمين الحقيقيين ماتوا يا ساده يا مستمعين، فخافت علشان طبعا تقول له لا توعى هي في المشكله. فقالت له في النهايه يا جماعه يا اللي بتوحد الله، طبعا باسلوبه الشيخ حسن الزيات باسلوبه عرفهم الحقيقه يا جماعه يا اللي بتوحد الله. الام خدت محمود بالاحضان وقالت يا مجمع الشمل يا ربي يا راضي دي اللهفاف، رجعت لي يا ضنايا بعد كل شفاف. محمود يا سادة يا اللي بتوحد الله قال للشيخ حسن الزيات انا مش عاوزك تفارقني ابدا. قال له على العموم يا محمود يا ابني انا لازم برضو هخلي العلاقة زي ما هي بل احسن شوية، انا ليا بنت اخويا في امريكا بتكمل دراستها وانا عشية عجيبها ولازم هكتب كتابك عليها. بعتوا لها جات من امريكا وجابوا فرقة مزيكا، بعتوا لها جات من امريكا وجابوا فرقة مزيكا، وكان فرحهم امريكا خمس ليالي النور من قاد. محمود ماشي في البيت بيوم، مش قلت لك يا قلبي، مش قلت لك يا عيني هيجي اليوم يا قلبي وتشوف النوم يا عيني، مش قلت لك مش قلت لك مش قلت لك يا قلبي، مش قلت لك يا عيني هيجي اليوم يا قلبي وتشوف النوم يا عيني.